أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يظهر بين الحين والحين أناس على شاشات التلفاز والفضائيات يتكلمون في أمور الدين والعلم الشرعي وهم ليسوا من المتخصصين بهذا العلم الشرعي، وتطير بأشرطتهم التسجيلات وتحتضنها، وكذلك الناس يقبلون عليهم على ما هم عليه من مخالفة للسنة ظاهرا وذكرهم للأحاديث الضعيفة والموضوعة وإفتائهم للناس وأخذهم بالرخص، فهل من كلمة؟ نعم، هذا من الابتلاء والامتحان، هذا من الفتن التي تكون في آخر الزمان. فهؤلاء الذين يظهرون في وسائل الإعلام وهم ليس عندهم علم، أو عندهم علم لكنهم يريدون إضلال الناس، هذه بلية. ولكن الحمد لله المسلم يجد غيرهم من علماء المسلمين، فعليه أن يسأل من يثق بهم من علماء المسلمين ولا يلتفت إلى هؤلاء ولا يشتري أشرطتهم ولا يستمع إليها. نعم، لأن الدين هذا أمانة لا تأتمن عليه إلا من هو أمين، أمين في علمه وأمين في دينه، لا تعتمد إلا على أهل العلم وأهل التقوى. نعم.